إذا للحديث أكثر ينضم معنا الخبير بالشأن البحري السيد علي العقابي. أهلا بك سيدي الكريم. بداية حدثنا عن طبيعة الرواية التي تتعلق بغرق السلمية 6 الباخرة الإماراتية، وما الذي سيترتب على إثر غرقها؟ هل مثلا سيدفع العراق غرامات لأنها غرقت في المياه الإقليمية العراقية على سبيل المثال؟ تفضل حضرتك. أهلا وسهلا، حياكم الله أختي العزيزة وحيا الله مشاهديكم الكرام. حقيقة حادث الغرق هو حادث يحصل لأي باخرة في أي دولة بالعالم، هذا الشيء متوقع. ظروف جوية ممكن أنه تسبب غرق أي باخرة مهما تكون حمولتها ومهما يكون حجمها. في هذا الأمر يعني رغم أنه مأساوي لكنه أمر طبيعي يحدث في كل بحار العالم. فيما يخص الشطر الثاني من السؤال، هو ما يتحمل العراق أي غرامة مالية، لأن هي أصلا حتى بعيدة عن السواحل العراقية أو المناطق الانتظار العراقية. يعني هي الحادث صار خارج مياه العراق الإقليمية وحتى خارج الحدود، يعني مقابل السواحل القطرية أو الإيرانية. فالعراق يعني شنو، ليش يتحمل مسؤولية غرق الباخرة؟ يعني هي ما إلى أي ذنب بها ولا إلى أي علاقة بالموضوع. موضوع الغرق هذا حادث تعرضت للباخرة، وهذا الشيء وارد، وماكو باخرة اليوم تطلع للبحر إذا ما أكو ضمانات وأكو تأمينات موجودة عند نادي الحماية للسفن. فأكيد الشركة المتضررة ستلجأ لنادي الحماية وتطلب تعويضات إذا كانت مؤمنة على البضاعة اللي ناقلتها. طيب أستاذ علي، نجدد الترحيب بك. يعني إضافة يعني لما ذكر من قبل وزارة النقل حول منع السفينة الإماراتية من دخول ميناء أم قصر، هل هناك ربما أسباب أخرى أو تدخلات ما ربما حالت دون وصولها إلى وجهتها؟ لا يعني في صراحة لست مدافع عن وزارة النقل، لكن هذا الأمر مستحيل. وزارة النقل لم تمنع أي باخرة مهما تكون جنسيتها إذا كانت داخلة إلى الموانئ العراقية بصفة رسمية. فملحوظة مهمة أحب أن يعني أعرفك بها وأعرف المشاهد الكريم. ماكو باخرة بالعالم ممكن تدخل إلى أي ميناء من غير دولة إذا ما تكون هناك وكالة أو شركة وكالات أو وكيل بحري إلها. مثلا احنا سواخرنا العراقيه من تدخل اي ميناء بالامارات بغير الامارات لازم نكون احنا كشركه بحريه مهيئين وكيل يقوم باجراءات دخول ومغادره هذه الباخره وتفريغ حمولتها. الشركه العامه للنقل البحري اللي هي احد شركات وزاره النقل المواصلات هي الوكيل الحصري، خلي ملاحظه، هي الوكيل الحصري باعتبارها وكالات بحريه لكل البواخر اللي تدخل إلى العراق. هاي الوكالات البحرية عندها وكالات فرعية يعني مطية للوكلاء الموجودين الآن في الموانئ العراقية دا يعملون، عندهم وكالات من وكالة النقل البحري. لكن ما تدخل باخرة إذا مو النقل البحري، الشركة العامة للنقل البحري هي الوكيل مال هاي الباخرة. فبالتأكيد قبل لا تغادر الباخرة من الميناء اللي راسية به، سواء كان الميناء الأم أو ميناء غير دولة، لازم نهيئ وكيل. هذا الوكيل ماخذ موافقات، مستحصل موافقات رسمية لدخول هذه الباخرة. ما حصل مع الباخرة السلمي، وهي ليست في المرة الأولى، يعني صار لها أكثر من 6 سنوات باخرة جبل علي وباخرة سالمي 6 تشتغل على رصيف 21 تنقل جنرال كارغو ما بين حاويات إلى سيارات إلى بضائع مختلفة. فالموضوع شنو؟ الموضوع أنه الباخرة غادرت أحد موانئ دبي متجهة وين؟ إلى ميناء أم قصر. هاي الحالة لازم شو تكون؟ لازم تكون قد أمنت وكالة بحرية لها الدخولية وتهيئ لها بيلت وتهيئ لها الرسوم اللي تدفع لها الرسوم داخل الميناء. من توصل الباخرة يكون كل شيء جاهز حتى تدخل على الرصيف مباشرة وتفرغ حمولتها. تعذر وصول الباخرة لسبب ما، قد يكون عطل، خلي ما نقول غرقت، قد يكون صار عندها عطل وتأخرت. فهنا الوكالة تضطر تذهب إلى الموانئ وتبلغ الموانئ بإلغاء الرحلة. ليش؟ لأنه أكو باخرة غيرها احتمال تنتظر تريد تدخل، احتمال أنه هاي الباخرة غيرت وجهتها ما راح تجي بعد للميناء بسبب عطل بسبب حادث لا سامح الله. فما
فما ممكن أنه تلغي الرحلة لأي سبب كان. يعني بصراحة أقول لك يا موانئنا تتعامل مع كل البواخر بنفس الأسلوب. ما عندنا يعني إحنا ما حصل في يوم من الأيام منعنا باخرة لأغراض سياسية. لا. مستحيل. إلا لأغراض فنية قد يكون إنه مثلا باخرة منعوها لأغراض فنية كأن تكون غير مطابقة للمواصفات، كأن تكون حمولتها خطرة، كأن تكون يعني لأسباب معينة. طيب الخبير بشأن البحري الأستاذ علي العقابي، شكرا جزيلا لك.